أشعلت فتاة سودانية مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى إشارات المرور وسط العاصمة الخرطوم، وهي تلوح بلافتة كتب عليها عايز عريس وأرقب في الزواج وأقبل التعدد، ووضعت رقم هاتفها على الورقة. دعونا نشاهد هذا الفيديو ونقرأ لكم أبرز الردود عليه. قلنا لف علينا جاي. في الرقم هذا. دائرة مهر ولا سألة. عندنا رقم. المهر قال عندنا رقم التلفون بس. عندنا فين رقم التلفون؟ بجيب لك عريس إن شاء الله. من والدي. بجيب يوم تصور. دوب الحداد والله مبروك يا بيت والله انا ما تنزل الكمامه دي نشوف وشك في التعليق على هذا الفيديو ما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب عبد الله سليمان ما يلي هي تريد ان تستر نفسها بسنه الله وسنه رسوله اين تكمن المشكله يعني فعلا يا عبد الله ما في مشكله بينما كتبت مولا ما يلي والله ما اظن تصل بين الجراءه للدرجه دي انتظري نصيبك يا بنت الناس كل حدا بياخذ نصيبه من الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل بابكر عبيد الله قال أم العريس عند أول خلاف بينك وبينه بتلوي بوزة وحتقول لولدها دي آخرة مجايب الشارع